عسلامة الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم باش نعملوا مع بعضنا وصفة تونسية مشهورة عنا في تونس، نعملوها بمناسبة المولد النبوي الشريف من قديم الزمان. نعملوا برشا نوع متاع عصايد، عصيدة البفريوة، العصيدة السجوجو، العصيدة العربي بالزيت والعسل. لكن اليوم باش نعطيكم وصفة العصيدة متاع البفريوة اللي هو النوازيت، بمقادير مضبوطة والبنة مضمونة. نمشي ونشوفوا مع بعضنا طريقة الأعداد في الفيديو. أول حاجة باش نبدأ بها، عندي هوني 400 غرام من البفريوة. احنا في تونس نقولوا البفريوة، لكن بالعربية الفصحى اسمه البندق، وإلا بالفرنسية النوازيت. دونك خديت 400 غرام بفريوة باش نمشي نحطهم في الفرن، نحمرهم شوية لين ياخذوا هيك اللون المزيان الذهبي وتنحيوا هيك القشور نتاعهم. لهنا راهو تنجموا تاخذوا بفريوة منحية قشورها ديريكت، تدخلوها تتحمر على درجة 170 في الفرن، نار الفوق ولوطة درج وسط. كيما شفتوا انا هوني حطيتها في طبق، وباش نمشي ندخلها تتحمر حتى نشم هيك الريحه نتاعها البنينه فيحت، ونخرجها تبرد شويه ونقشرها. كعبات البفريوة متاعي كيما شفتوا خرجتهم، ما شاء الله ريحتهم ياسر فاوحة، واخذوا لون مزيان ذهبي غامق. توا معليا كان نخليهم يبردوا شوية، ومن بعد نمشيو نقشروهم ونحيهم من القشور الكل، ومن بعد نمشيو نرحيهم. توا باش نجيبو كعبات البفريوة امتاعنا باش نرحيوهم لهنا ونوسعو بالنا على الاخر، راهو لازم تترحى بودرة، من بعد نكملو نرحيوها حتى لوين نتحصلو على بات تكون خاثرة، ويكون البفريوة امتاعنا قرت الزيت امتاعها كيما قاعدين تشوفو فيها هكا بالضبط. راهو كي نعملوها بالطريقة هذه الوصفة تجينا ابن برشا، وتجينا غامقة، وتجينا نكهة النوازيت ياسر بنينة. بالنسبة للمقادير متاع العصيدة متاعنا، خذيت هوني 400 غرام بفريوة كيما شفتوا، حمرناها وقشرناها ورحيناها لين قرت زيتها. باش ناخذوا عليها 100 غرام سكر ما يعادل 5 ملاعق كبيرة، وباش ناخذ زادة 150 غرام حليب مركز محلى يعني ثلث الحكة. وعندي هوني 200 غرام فارينة، هوني عملنا 400 غرام دونك اشترها فارينة. وبالنسبة للحليب والماء عملت 600 ملي من كل حاجة. دونك لهنا البنات إذا كانت حبوها قوية برشا تستعملوا كان الماء أكهو، وإذا كانت حبوها خفيفة تعملوا مخلط كيما باش نعمل أنا، 600 ملي ماء و600 ملي حليب. دونك أول حاجة باش نعملها باش ناخذ الخلاط باش نصب فيها كمية الماء الكل، وباش نصب عليها 200 غرام فارينة، وباش نخلطهم الكل بالخلاط حتى لوين نتاكد انه الفرينه متاعنا ذابت في الماء. ومن بعد باش نصفيها في الطنجره بالصفايه باش هكيكا زيدا نتخلصوا من كل الكويرات ولا الكعابر اللي تقعد عالقه في الفرينه متاعنا. هوني البنات
خطوة أكيدة لازم تعملوها إنكم تصفيوا الفارينة باش هكيكة نضمنوا اللي هي ما فيهاش كعبر. توا باش نزيدوا خليط البوفريوا اللي رحيناها، ومن بعد باش نزيدوا عليها كمية الحليب اللي قعدت الكل. دونك كيما قلت لكم البنات، إذا كانوا تحبوا تعملوا بالماء راهو الكمية اللي حطيناها للحليب والماء هي نفسها، تعوضوها بكلها ماء. ولا إذا كانت تحبوها أخف تعملوا يعني 1200 ملي حليب، 1200 ملي ماء. انتم لهنا القرار يرجع عليكم. توا بما اني زدت الحليب، معليه كان نجيب الميكسور او البرا وباش نبدا نضربها مليح مليح حتى لوين هيك الخليط نتاع البوفريوه والفارينه والحليب يدخلوا في بعضها. نحطوها على الغاز على نار هاديه ونبداو نعصدوا شويه شويه. دونك نتبعوها ما تخافوش، ماهيش باش تتعبكم على الاخر، على خاطر انا خذيت مني فقط نص ساعه وانا نعصد فيها كيما قاعدين تشوفوا هكا بالضبط، باش تتكعبر معكم شويه راهو عادي جدا. نقعدوا ديما نعصدوا فيها، ما نغفلوش عليها، بعصاه نتاع لوح ولا مغرفه نتاع لوح انتوما وشنو المتوفر عندكم، الحاصل ما نقفوش على التحريك جمله، نقعدوا ديما نحركوا ونعصدوا حتى لوين نذوبوا هيك الكويرات اللي تطلع معنا الكل. على قد ما انتم تعصتوا على قد ما هي باش تبدا تثقل بين ايديكم هكاك، حتى لوين تبدا تطلع فيك الفقاعات الهواء. لهنا كي تبدا تطلع الفقاعات نتاع الهواء تاكدوا انه العصيده نتاعكم بدات تطيب. وفي المرحله هذه باش نزيدوا السكر وباش نزيدوا الحليب المركز المحلى. هنا البنات الكميه اللي حطيتها نتاع السكر والحليب المركز المحلى جات كافيه على الاخر، الحلاوه معدله وما هيش حلوه برشا برشا. دونك اذا كان انتم تحبوها احلى تنجموا تتحكموا في كميه السكر، تحبوها اقل كيف كيف تنجموا تنقصوا. كيما شفتوا لهنا الفقاعات طلعت، توا باش نزيد السكر ونخلط. هوني باش تلاحظوا مع اضافه السكر الخليط نتاعنا باش يغمق، هذا السكر باش يزيد يغمق اللون نتاع البوفريوا نتاعنا. وباش نزيدوا نكملوا الحليب المركز المحلى ونكملوا نخلطوا مليح مليح، احنا نتاكدوا انه السكر ذاب والحليب زاد كيف كيف. دونك نطفيوا عليها والعصيده نتاعنا تكون حاضره باش نمشيو نصبوها في الكواب، ومن بعد نمشيو نحضروا مع بعضنا الكريم نتاعنا. حطينا العصيده نتاعنا في الكواب، ما نحكي لكمش قديش جات بنينه ما شاء الله. توا باش نعملوا مع بعضنا الكريمه او الكريم باتيشير اللي باش نزينوها فوق العصيده نتاعنا. فما شكون يعمل العصيده العربي اللي بالعظم، لكن انا الحقيقه بنت البوفريوا ما نحبش نقويها بالكريمه العربي، خاطر نحس هذه تجي اخف تمشى اكثر. دونك هذاك علاش باش نعطيكم الوصفه السهله العاديه نتاع الكريمه. دونك شديتوني لتر الا ربع حليب، عندي هوني السكر لهنا انتم حسب الذوق، انا حطيت 80 غرام، وعندي زوز باكويت من البودينغ او الكريم باتيسير نكهه فانيليا. دونك صبيت باكو والباكو الثاني صبيت منه النص اكاها، ونقعدوا نذوبوا الكريمه نتاعنا مع الحليب وهيك السكر، ونقعدوا ديما نحركوا على نار هاديه حتى لوين تعقد وتولي معنا كريمه عقدة وشادة روحها. وقتها نمشي ونزينوا الكواب امتعنا ونحطوا هكا طبقة صغيرة من الكريم باتيسير امتعنا، وبعد نتعدي ونزينوها بالفاكهة.
لاسيدة متاعنا حضرت ويقفة كل شيء على الزينة. جوز حبيت نقولكم اللي 400 غرام بفريوة طيحت لي 11 صحفة، دونك ما شاء الله. عندي هوني الفيكيال، هنا خديت لوز وبفريوة رحيتهم وخليتهم على جنب، دونك وعندي هوني شوية جوزة، عندي شوية بفريوة زيدة ام حمراء وقصيتها في زوز، وعندي زيدة لوز. لهنا الفيكيا راهو الزينة متاعكم كل قدير وقدره وكل واحد كيفاش يحب يزين. دونك انا بالنسبة للي انا باش نزينها بشوية لوز مرحي وبفريوة مرحية مخلطين مع بعضهم هكا، ما حبيتش نخرج يعني ما حبيتش نعطيها ألوان أخرى، ركزت فقط على اللون البني واللون الأبيض واللون البيج. حطيت الفيكيا المرحية، غطيت الوجه كامل متاع الكريمة. وبالنسبة للحطان الفيكيا لهنا انتم ما تتفنوا زينوا كيف ما تحبوا، انا هوني باش نعطيكم بعض الأفكار ربما تعجبكم وتعملوها زيدا في العصايد متاعكم. دونك انا توا باش نخليكم لهنا مع طريقة التزيين ومن بعد نمشي ونشوفوها في صحن التقديم. وهذه يا عصيدتنا حاضرة نودكم ومنشهيكم بالحق، ياسر بنينة، مقاديرها صحيحة والبنة أكيد 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 مضمونة. جربوها وعلى ضمانتي بحول الله باش تعجبكم عن الأخر. إن شاء الله الطريقة كانت واضحة ومبسطة واستسهلتوها، وخاصة إنكم اتشجعتوا باش تجربوها. هذه العصيدة متاعنا حاضرة، شوفوا هيك البنة وهيك الزين بالحق ياسر ياسر بنينة. وتوا باش نذوق معكم باش تشوفوا التكستور متاعها من داخل كيفاش جات، شادة روحها وياسر ياسر ياسر بالحق بنينة. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. نخليكم مع البنة هذيا الكل على خاطر وصلنا لاخر الفيديو. ما تنسيوش باش تحطوا هيك اللايك وتعليقاتكم المزيانة اللي تفرحني برشا. نبوسكم برشا ونتلقاو اكيد في فيديوهات اخرى. باي باي وبسلامة.